كنت خايفة أغنية جديدة قدمت لنا إياها نانسي حوا، عم نسمعها الفترة الأخيرة كتير، موجودة كمان ضمن أغاني سباق فن فنانينا. مرحبا نانسي حوا. مرحبا سادي، مبروك الأغنية الجديدة. الله يبارك فيك. رومانسية هالمرة؟ نوعا ما. ليش اخترت هالكلام بالتحديد لتغني نانسي؟ طلع هو يعني زي ما تقول هو اختارني مش أنا اخترته. كيف يعني؟ هي قصة الغناي كلها صارت بالصدفة. كنت عم بسجل غناية بعرف قبل في سنة وشوي بالستوديو عند الأستاذ رامي عرفات، وإحنا عم نسجل بقول لي تعي هيك نعمل بريك، في عندي أنا هيك ديمو دا أسمعك إياه وبحس إنه بالبقس غير لصوتك. فقلت يلا سمعني. سمعني الغناي. قلت له اسمع تعي نلغي كل التسجيل ونسجل الغناي. تحمستي؟ ها كثير تحمست، حبيتها كيف ما بقوله، كيف ما بقوله حبيته من أول نظرة. حلو. حبيتها من أول من أول ما سمعتيها. طب ليش أخذ لقدي وقت عبين ما أطلقتيها؟ لأنه حسيت أنه لازم ينتعب عليها، بمعنى أنه لازم يعني يتحضر لها كتير قبل ما أطلقها. عشان هيك عملتي لها فيديو كليب بالضبط. انه هي اغنية اللي هي على المستوى العربي. نشغل عليها بمصر. كلمات والحان مين؟ كلمات الاستاذ احمد علي موسى والحان الفنان مصطفى محفوظ، واللي اشتغلوا عليها كمان موسيقيا من ناحية عازفين وهيك يعني من مصر ومن سوريا، اللي وزعها الاستاذ رامي عرفات. غناي متعوب عليها كتير. طب نانسي ليش حبيتيها انت بالتحديد؟ يعني الكلام، الكلام واللحن، وأنا كتير يعني أول مرة سمعتها بصوت الملحن مصطفى محفوظ. يعني ما كنتش بحاجة أسمعها كمان مرة والنص مرة لحد أقرر إنه بلا أنا بدي إياها وهالغناية رح أغنيها وأسجلها بيوم من الأيام. يعني دغري قلت له موافقة يعني من دون أي تردد. موضوعها لفتني كتير، بالذات البيت الثاني اللي فيه يعني هي بتبلش هيك بحزن وزي بتورجي ضعف معين، انه كنت خايفة. وبالبيت الثاني في قوة، فزقني بالضبط في قوة، وهذا الاشي اللي عجبني، هذا الاشي اللي قال لي خلص هاي هي الغناية. الواحد مفروض ينتصر على الحب وخلص ينسى. بالضبط، ما الواحد يضل واقف محله بالحياة. نعم. هالأغنية عم تخاطب ناس، يعني شفت انه بمواقع التواصل الاجتماعي كتير بغنوا وبعتوا لك هيك فيديوهات، صح؟ مزبوط. التفاعل مع هالغناية بشكل خاص يعني أنا متفاجئة منه. دايما بقارن نفسي مع نفسي بالمرات السابقة. هاي الغناية كتير يعني عم ببعتولي فيديوهات، الناس عم بتحب تغنيها وتحفظها وتسمعها. عم بوصلني كتير فيديوهات وأنا عم بحاول أنشرهن قد ما بقدر. حلو. الملحن والشاعر تعاملوا مع فنانين كبار بالعالم العربي، صح؟ صح مزبوط. هالأغنية بالفعل كانت لشيرين وهي رفضتها. كانت هي معروضة على شيرين، حبتها كتير كيف ما أنا فهمت. سمعت يعني من الحكي من طب ليه رفضتها؟ بعرفش في سبب معين اللي خلاها إنه يعني تستغني عنها. بس إنه كيف فهمت إنه هي كانت معروضة عليها وكانت رح تفزلها، وفي سبب يعني ما بفضلش إنه. وبهمك يعني تسمعي رأي شيرين كونها هي سمعتها قبلك؟ بهمك تسمع أكيد رأيها؟ أكيد كنت بحب إنه أسمع رأيها. نحكي شوية نانسي عن الكليب، وين صورتوه؟ صورناه بالناصري، من إخراج الكليب من إخراج عنان قصيم. تصور بالناصري كلياته، إن كان كيف ما بتشوفوا بالفيديو هيك زي فيلا وزي طبيعة وجبل وهيك، كله هذا تصور بمدينة الناصر. حلو. أنا انتبهت نانسي إنه كتير مستمعين ومعجبين والناس اللي حبت الأغنية شيرتها، في فنانين كمان شيروها غير تامر نفر؟ مزبوط. بوجه له تحية كبيرة كتيرة الصراحة. يعني لا إنه في هيك أكم من شخص من مجال الإعلام يعني، لا فنانين فنانات ما شفتش فنانين او فنانات اللي يعني نشروها. والصراحه سادي كمان لال جدا جدا بنعدوا على اصابع الفنانين اللي باركولي فيها، وهذا شيء مؤسف لانه انا ما بعرف الصراحه، وانا مستاءه من هذا الموضوع لانه
يعني أنا إلي بالعادة أبارك للفنانين اللي بيصدروا أغاني، يعني طبعا اللي إلي علاقة معهم أكيد. شو برأيك فبعد غيري؟ بعرفش الصراحة. والله ما بعرف، ولا مش مفروض بعرفش يعني انه يباركوا لك؟ بعرفش بعرفش، ما حداش مزبور أكيد، بس إنه يعني كنت الواحد بتعرق. بتحبي انه يباركوا لك كنت او انه يعني يشروها طلع، عندن؟ لا لا مش هذاك الاهتمام الكبير، بس إنه مجرد اتفاجأت من أكم من شخص اللي ما حكوش يعني. في حدا بارك لك يعني ولا؟ في أكيد 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 في. تمام، بتحب تقولي لنا مين؟ أنا خايفة أظلم، لأنه في أكم من يعني في أكم من أسم نانسي واضح إلي مش أكيد كتار. بوجه لهم تحية. هن مش كتار مزبوط. الأهم من هيك سادي إنه الناس كتير كتير حبتها، يعني الناس المتابعين والمحبين اللي بحبوني وبحبوا يسمعوني كتير كتير حبوها، وكتير إجتني رسائل حلوة من الناس، وأنا هذا الأهم إشي عندي، يعني هذا اللي بتبسطني وبفرحني إني قدرت يعني كيف ما بيقولوا أدقر قلوب الناس، وإنه يحبوها وهيك ينبسطوا فيها ويحبوا يغنوها ويسمعوها، هذا يعني أكبر إنجاز بالنسبة لإلي. حلو، انت عارف انه احنا عايشين بهيك جو منافسة، ودائما بنسمع اغانيك بالاذاعة وبنسمع اغاني كتير فنانين كمان. انت بتتابعي شو بتسمعي كمان؟ لو عندك الامكانية صوتي مثلا وانت مش موجودة بالسباق، لمين ممكن تعطي صوتك؟ من الموجودين إسا يعني من بالسباق الاغاني اللي إسا بتسمعيها اكيد اللي بتنافس كتير معاكي. كتير كتير أغاني، يعني طلع أغلب الأغاني اللي عم تطلع بالفترة الأخيرة كتير عم تعجبني، يعني عم بيكون الشغل على مستوى كتير عالي، هذا الشيء كتير كتير بفرحني، يعني ذكرني من في فئة أغاني مين. معينة يعني بتذكريتها بالتحديد؟ في طبعا غنية يا الطنوس هاي كتير كتير أغنية اللي نجحت، وكتير يعني أنا شخصيا كتير بحبها، اللي تعاون فيها مع صديقي تميم تمام. أبو رقص، ببارك لهم بقول لهم ألف ألف مبروك وبيستاهلوا النجاح، هن التنين كتير هيك نشيطين ومثابرين وفعالين كتير، فعن جد بيستاهلوا كل خير وبيستاهلوا كل النجاح. حلو، أما باقي الغناني الصراحة أنا مش مش يعني متذكري ناسي، مش متذكرة مين، بس ببارك للكل بس مبسوطة وحلو، بهالجو اللي احنا عم مبسوطة نعيشه، انه في كتير. اغاني كتير وفي كمان مستوى حلو عم يقدم. طبعا 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 أكيد. ننسي شو المشروع القادم، الاغنية القادمة، ولا احنا هيك مشغولين بس بهالاغنية حاليا؟ لا دايما في مشاريع جديدة. هالمرة لبناني ولا خليجي ولا من عندنا كمان دول؟ شو؟ هالمرة لبناني. شكرا ترفض. نانسي، حابة تحب تقولي شكرا كلمة لك. للمستمعين؟ بحب أشكرهن فردا فردا، وبحب يعني هقول لهم أنا كتير كتير بقدر كل الكلام اللي عم بوصلني، الرسائل، عن جد شكرا لكل شخص عم ببعت كلمة حلوة، وبحبهن كتير على قد ما حبيتهن وأكتر. شكرا شكرا لك شكرا سامي. نانسي حوا، خلينا نسمع الأغنية، إلى اللقاء.
بالي.